الإرهابيون الذين يفجرون ويقتلون الناس في طريق زيارة الحسين، الإرهابيون مساكين فقراء. الفقر ليس فقر المال، الفقر فقر الفهم، فقر الثقافة، فقر الدين. يتصور أن بهذه الطريقة يتمكن أن يمنع زوار الحسين؟ أي جهل هذا؟ من قبلك سيدك لينين الشيوعي قال اقتلوا كربلاء، تمكن؟ من قبله الإمبراطور المتوكل العباسي قتل، قطع أيدي وأرجل في الوقت الذي كان زوار الحسين عليه الصلاة والسلام قلة. كم قتل؟ كم قطع أيدي وأرجل؟ تمكن؟ إمبراطور كان المتوكل. من قبله هارون، من قبله الحجاج، من قبله يزيد، عليهم جميعا لعائن الله. تمكنوا بتلك القوى التي كانوا يمتلكونها. أين المتوكل الآن؟ أين يزيد؟ أين هارون؟ إذا أردنا أن نحترمهم نقول إنهم في مزبلة التاريخ، إذا أردنا أن نحترمهم. لا، ليتهم كانوا في مزبلة التاريخ، لا، في نار سعرها جبارها العياذ بالله، ليتهم في مزبلة التاريخ التي تطلع على الأفئدة العياذ بالله. أولئك ما تمكنوا أن تتمكن بقواك المحدودة، وأمام هذا السيل الجارف، من أنت طاغية العراق حكم بقساوة قل نظيرها سنوات طويلة منع؟ أين هو الآن؟ وأين علم الحسين؟ علم الحسين يرفرف يجذب القلوب إليه. عندما يرى الإنسان هذا العلم على قبة الحسين عليه الصلاة والسلام، علم الحسين يجذب القلوب. والطاغية ذهب إلى حيث لا رجعة. كم هذا جهل، يريدون أن يمنعوا زيارة الحسين. حاشا، حاشا أن تتمكن البعوضة أن تقف أمام قطار ضخم، أن تقف أمام طوفان. ثم أنت تعمل هكذا الإرهابي، كن على يقين أن ابنك يصبح شيعيا ويزور الحسين، حفيدك يصبح شيعيا ويزور الحسين، ابن المتوكل صار شيعيا، ابن المتوكل، المهاجر بن خالد بن الوليد من هو؟ ابن خالد بن الوليد شيعي. محمد بن أبي بكر من هو؟ من حواري أمير المؤمنين. كشاج من هو؟ حفيد لقاتل الإمام موسى بن جعفر الذي باشر قتل الإمام موسى بن جعفر السندي بن شاهك، حفيده كشاج شيعي قوي من أقوى شعراء العرب. كشاج لعله 90% من أشعاره في رثاء سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، و10% تقريبا في مدائح أمير المؤمنين، مدائح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم الشريفة. حفيد السندي بن الشاهك شيعي قوي، أبناؤك سيصبحون شيعة ويزورون الحسين عليه الصلاة والسلام. تتمكن؟ أنت تتمكن أن تقفل عقلك؟ لا تتمكن أن تقفل عقل ابنك. ابنك يفتح البخاري، يفتح مسلم، علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار.
يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أم من لا يهدي إلا أن يهدى. القرآن يقول أمير المؤمنين ليس فقط يهدي إلى الحق، يدور الحق معه حيثما دار، يعني أينما تجد الحق هناك أمير المؤمنين، أينما تجد أمير المؤمنين هناك الحق. معنى الرواية هذا في البخاري في المسلم الرواية موجودة. تتمكن أن تمنع أن تقفل عقول نسلك؟ لا، ابنك يقرأ الرواية، قول النبي صلى الله عليه وآله لعائشة أن زيارة الحسين تعدل 70 حجة وسبعين عمرة، ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله مضمون كلامه أن هناك زيادة أيضا أكثر من هذا أيضا، يهتدي. يقرأ الرواية الصحيحة في كتبكم، ذكرت الرواية لكم قبل أسابيع، النبي صلى الله عليه وآله كان يقبل تربة الحسين، يقبل تربة الحسين. تتمكن أن تقفل عقل ابنك؟ لا، يهتدي، ابنك يهتدي. ثم الكلمة الأخيرة، أنت تقتل زوار الحسين عليه الصلاة والسلام، هنيئا لهم، والله هنيئا لهم. تعلم أين الذين قتلتهم؟ الآن على سفرة الإمام الحسين، الآن يستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وآله، هنيئا لهم ثم هنيئا لهم.